بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة دي ان شاء الله هنتكلم على عيب بسيط جدا وممكن تدخل في كشف كمبيوتر وما يظهرش اي حاجة في الاعطال. عايز بس اوضح فكرة معينة. جهاز كشف الاعطال او كمبيوتر الكشف ده عبارة عن ايه؟ اصلا ده عبارة عن افوميتر اللي احنا دايما بنستعمله في الاجهزة بتاعتنا. هو المفروض بيبقى متبرمج مثلا هتطلع له عطل معين او هو بيكشف عن عطل معين. المفروض بيقارن قرايات، يعني المفروض مثلا الفولت يجي لي مثلا 3 جاله 1 او ما جاش فولت نهائي، يبقى يقول لي والله في شورت هنا، في ماس كهربي، يعني في مقاومه زياده، بيبين لي كده اعطال كهربيه. يعني هو بيرسل فولت ويجيب فولت ويعمل مقارنه، لو ما جاتش صح في الرينج بتاعه المظبوط يطلع لي الكود ويقول لي الخطأ كذا كذا. بعض الأعطال بقى بتبقى ميكانيكية ولكنها ممكن تظهر انها كهرباء. العطل بتاعنا اللي احنا هنتكلم عليه واحد من دول، عطل او هو مش عطل، يعني اللي هو عطل التي بي اس او اللي هو حساس البوابة. انا بتكلم على فكرة عن البوابات اللي هي بتشتغل بالسلك، بوابات اللي زي دي، بوابات اللي بتشغل بالكهرباء انا مش بتكلم عليها النهارده. فالبوابه دي في بعض الاحوال انت بتدوس على دواسه البنزين او دواسه الوقود، الاستجابه بطيئه، ممكن رجليك تنزل مثلا ربع المشوار ولسه ما فيش استجابه. ممكن تحسب البوابه تي بي اس فيها عطل وتقيسه ما يطلعش فيها عطل. هنشوف العطل من ايه. العيب التاني اللي هو خاص بالترانسميشن، تأخير في النقلات. النقلات تلاقي الار بي ام وصل 3000 لفة ولسه ما حصلش نقل، او النقلات بتيجي بدري شوية عن ميعادها وتلاقي العربية مش مظبوطة، عزمها ضعيف. انا بتكلم برضو على الترانسميشن اللي هو خاص بالعربيات التيوتا القديمة، العربيات الكليزلر، العربيات الدايو النوبيرا، العربيات القديمة اللي هي مثلا من موديل 2000 و2005 يمكن و6. تروح لفني يكشف على الكمبيوتر يلاقي يقول لك الترانسميشن او الجير سليم. هو فعلا سليم لان هو مش عيب كهرباء، هو عيب ميكانيكي. العيوب الميكانيكية ما بتظهرش على الكمبيوتر الاعطال، لازم يكون في عيب كهرباء. لان في بعض الكومنتات تيجي تقول لي والله انا عندي نتشة في الجير، الجير بينتع، حاجات زي كده، وكشفت على الكمبيوتر الاعطال ما طلع ليش كود او طلع لي عطل. العطل تاني لما يكون فيه في البلف او السولونويد الداخلي مقاومة او شورت داخلي يطلع عطل. غير كده لو البلف الزيت بتاعه مش سليم مش هيطلع. الكمبيوتر ما بيعرفش الزيت سليم ولا لا، الزيت حالته جيدة يعني ولا لا. هنشوف مع بعض ازاي حل المشكله دي في منتهى البساطه، مش هتاخد 3 دقايق مع بعض في الاصلاح ده. نشوف مع بعض. ادي الواير او السلك اللي احنا هنشوفه. طبعا شايفين قد ايه كل ده زياده، كل ده مشوار بيبقى في الدواسه تدوس، كل ده بيضيع في ضغط على الفاضي، مفيش رد فعل بيجي مع الدواسه، كل ده هنلمه. هنشوف ازاي دلوقتي. ادي الجزء اللي احنا هنشتغل فيه. ده هو ماشي كده 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 اهو، كده كده نازل لغاية جوه في الدواسة. طيب المشكلة ان الواير ده فيه بوش، شايفين قد ايه كل ده. انت بتدوس على الدواسة عشان تدي رد فعل للعجله دي تتفتح. بصوا قد ايه انا هنزل ايدي، بصوا شوف اهو، انا ببدا ادوس، كل ده دوس مفيش رد فعل اهو. شايفين قد ايه الزياده، كل ده زياده اهو. طيب ايه الحل؟ احنا الحل هنفك الصاموله دي ونبدا نبعد الكابل ده، نبعده عن هنا عشان ياخد الزياده دي. طب لو كان مشدود يبقى العكس، يبقى هنقرب الكابل ده للعجلة او البكرة دي. طيب هتعمل ازاي؟ هنجيب المفتاح بتاعنا 14 ونبدأ نهوي كده كده.
كده بمنتهى البساطة، وأبدأ أشد ده، أهوي كده وأزق ده لغاية يعني إيه، طبعا الزائب لغاية ما إيه ناخد الزيادة، ما نيجي نهز ده خلاص نلاقيه إيه شبه مشدود، ما يتشدش أكتر من اللازم، لأن لو اتشد البوابة هتتفتح كده، فيبقى إيه الشد على قد آخر جزء ملوش أي ملوش أي لازمة، يعني جزء الزيادة نلم الزيادة بس يعني ده أكتر. هنفكها تاني سنة وبعد كده نقفل كده كده ونشوف. اه شايفين ايه؟ حاجة بسيطة، شايفين حاجة بسيطة بس كده. وبعد كده نروح ايه جايبين المفتاح بتاعنا ال 14 وحاجين ايه قافلين بس كده خلاص في منتهى السهولة. اه خلاص طبعا بس نقفله كويس، طبعا مش بقوة لان ده كله في منطقة ضعيفة، ما نقفلهاش مثلا كأن بنقفل عجلة بنربط عجلة نكسر ده بس بإيه بحيث إيه ما أهو بس كده. يبقى ده كده في جزء شوية بوش أو جزء بسيط كده للتمدد، يعني ده في الشتاء ممكن ينكمش يفتح لي البوابة، فيبقى في جزء كده إيه، وأنت تجرب الدواسة يعني أنت تشوف الحساسية بتاعتها تمام تمام خلاص عايزة زيادة تقفل أو تفتح من هنا بس، ده الموضوع كله. لما بندوس دوسة بيفتح البوابة حلو. طيب ساعات بقى ده بيبقى الكابل ده مغفل كده، شايفين عامل ازاي؟ كل ده زيادة كده أو مشدود أكتر من اللازم، لو مشدود أكتر من اللازم بص أهو شايف كده البوابة بدأت تتحرك معاك، يعني العربية تبقى واقفة وكأن حد دايس عليها بنزين. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنزق الكابل ده لغاية ما نلاقي أول ما البوابة دي تبدأ أهو كده 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 غلط كده 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 ودي بتتحط في خطوط هنا نحطها كده كده، ولا هو مشدود ولا مرتخي كده. البوابة اي دوسة هتروح جاية على طول ايه فتحة معايا. النظام الاوتوماتيك اللي انا بشتغل عليه او هنتكلم عليه اللي هو بيشتغل باتنين بكرة زي دي، يعني واحدة زي دي واحدة كمان جنبي، بيبقى فيه اتنين واير زي ده، واحد جاي ده واصل بالدواسة دواسة البنزين، والتاني واصل بالترانسميشن تحت. هنشوف مع بعض ازاي تتظبط. ده الشكل اللي انا بقصده، الشكل اللي احنا شايفينه اللي بيبقى فيه عتلة او بكرة فيها كابلين، واحد اللي فوق ده خاص بالسروتل او البوابة، والكابل اللي تحت خاص بالترانسميشن، خاص بفتح الزيت او بالتحكم في بلف الزيت الخاص بالجير او الترانسميشن الاوتوماتيك. في بقى نقطة مهمة قوي عايز، ده طبعا ده لازم يكون الكابل اللي هو بتاع السروتل اللي تحت. بقى عايز افهمكم نقطة مهمة، الكابل اللي تحت بتاع الترانسميشن لازم يكون حر الحركة، يعني هنشوف كده في حرية الكابل نفسه بقى، ده جلبة او غطا. لما نمسك الكابل ونشده بايدينا زي ما هيبان دلوقتي لازم يرجع تاني، يبقى في مقاومة، يعني لما نشده لقدام هو يسحب ايدينا ويرجع ورا تاني، بيبقى فيه سبرينج او ياي بيسحب الكابل. هنشوف دلوقتي كده بصوا ازاي كده، لازم نحس ان هو في حرية مفيش مقاومة لما نحرك العتلة او البكرة دي كلها، زي ما احنا شايفين كده البوابة بتتفتح بتسحب الكابل اللي تحت، لما نرجع تاني نلاقي الكابل بيرجع مكانه بسهولة، مبقاش فيه ارتخاء، لان الارتخاء ده ممكن يكون عايز يتلم البوش ده بالصامولة زي ما شفنا قبل كده، او هو في مشكلة نفسه الكابل تالف في تانية في الماسورة اللي بيمشي فيها بتعمل مقاومة ما يرجعش مكانه تاني، فكل ده بيعمل لي تأخير في النقلات، او بنشيل رجليها من على دواسة البنزين بتفضل النقلة معلقة، لازم في حرية كده زي ما احنا شايفين بالظبط.
بص بقى هتشوف الكابل التالف شكله ايه. ده عربية تويوتا كرولا، ده بتاع الترانسميشن اللي فوق ده. بص بقى الارتخاء اللي بتكلم عليه، لما نلف العجلة او البكرة بتاعت السروتل، شايفين الكابل بقى عامل ازاي؟ شيء اتسحب ومرجعش مكانه تاني، شايفين الشكل؟ يبقى في انا عندي مشكلة في الكابل ده، مش بس حكاية اللي انا اظبطه بالصامولة وخلاص. هنا بصوا بقى هنا اللي حاصل، ده كده الكابل بيتحكم ازاي؟ ادي كأنها دي الدواسة او العتلة. بصوا البلف ده بقى، شايفين الدراع ده؟ شايفين اللي بيتحرك ده؟ شايفين كل ده مشوار على الفاضي، يعني ده كده كل ده كده مفيش تأثير على البلف بتاع الزيت بتاع الترانسميشن. شايفين ازاي؟ اهو بيمشي 2 سنتي لغاية ما يبدأ يضغط على البلف. نظبط بقى ال 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 دي كده. بص بقى اللي يحصل لما الكابل يبقى مشدود صح، اي تأثير بيبان على البلف، يبدأ يدخل ويطلع مع اي ضغطة على دواسة البنزين. شايفين كده اي حركة؟ بصوا شايفين بقى ازاي اهو ضاغط دلوقتي، اهو الضغط يتشال يرجع، مفيش بوش، ملتصق تماما في البلف زي ما احنا شايفين كده. زي ما شفنا طبعا حاجة ابسط ما يكون، مش محتاجة، يمكن ما تحتاجش عدة، او بكتير هتحتاج مفتاح صواميل نمرة 10 غالبا يعني. بس كده، ونشوفكم في حلقة جاية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.